التكنيك بتاعنا سهل جدا، بجيب لتر كامل الدسم من عند اللبان عشان ما يكونش منزوع الدسم بتاعه، بحطه على النار زي ما انت شايفه كده. البسطره يعني ايه غليان؟ يعني 90 يغلي. عندكيش انت بقى التكنيك، انا عامل زي ما انت شايفه، عامل حوض فيه ميه بتلج عشان اعمل البسطره، اجلي لدرجه حراره 90 وادي له صدمه في ميه بتلج. قدامك هو عائق اهوت، يكون استلستين او زجاجي او بايركس عشان يكون جيد توصيل الحراره عشان ياخد الصدمه. انت ما عندكيش الكلام ده، هتجيب الحله بتاعتك بالغطا، بعد ما يغلي اللبن هتشيليه من على النار، بعد ما يغلي اللبن هتشيليه من على النار وتغطيه وتسيبيه لحد ما يبرد في المطبخ. ودي نقطه مهمه، دي اول حاجه هنغلي اللبن كامل الدسم بتاعي في كزرول تكون نظيفه، وبعد كده بعد ما يغليه تغطيه وتسيبيه ياخد درجه حراره المطبخ يبرد خالص. بعد ما يبرد هتديله الخميره بتاعتك اللي هي الزبادي وتقلبيه وتحطيه في حوض ميه. فالموضوع سهل جدا. هقول لك احنا عملنا واحنا بنغلي اللبن بتاعي اللي هو كام، عملنا كريمه الشوكولاته ازاي وكريمه الكراميل ازاي. كريمه الشوكولاته حطيت كوبايه لبن على النار، وحطيت عليها كوبايتين شوكولاته ساده، معلقه زبده ومعلقه سكر وشويه فانيليا. واللبن غلي سحبته بره النار، دوبت فيه الشوكولاته والزبده والفانيليا مع بعض، وبعد ما برد بقى كده. اما ده حطيت كوبايه سكر مع معلقتين ميه اتحرقوا، سحبته بره النار، اديته ايه يا عم حسن؟ بعد ما سحبته بره النار اديته نص كوبايه كريمه او لبن وحته زبده وسبته يبرد خالص بقى عندي صوص كراميل. تعال اما نشوف زي ما انت شايف اللبن كامل الدسم. اول خطوه هنعمل الساده اهوت يا عم احمد. هنعمل الساده، حطينا لتر كامل الدسم على النار يغلي. اول ما يغلي عندي اهو زي ما انت شايفه كده، وتكوني مراعيه اللبن عشان ما يلدعش منك. اول ما يغلي يعني جاب درجه حراره 90، غلي خلاص قدامك اهو بيفور زي ما انت شايف كده قدامك. هتروح جاي يا عم احمد الخطوه، لو انت ما عندكيش الحمام التلج ده، بعد ما غلي كده وعلي عندي كده زي ما انت شايف كده يا احمد، هروح جاي سحباه ويطلع منه البخار، واغطي عليه كده واسيبه المده لحد ما يبرد خالص ياخد درجه حراره المطبخ. بعد كده هندي له خميره. لكن لو انا عندي الحمام زي ما انا عامل كده، اروح جاي واخداه حطاه في الحمام التلج وانزل الجناب بتاعته. دي اهم حاجه الجناب بتاعته، لان ديت الفات بتاع اللبن. خدي بالك ما تسيبيش حاجه في الكزرول بتاعته، تمام؟ وبعد كده يا عم حسن هنعمل ايه؟ اقلب فيه، خدي بالك بقى، لحد ما يبرد ياخد درجه حراره المطبخ. انا عامل حمام تلج ليه؟ عشان ابرده. ما عندكيش الحمام التلج بتسيبيه في الحله بره النار متغطي لحد ما يبرد خالص ياخد درجه حراره المطبخ. يعني ايه غليان بسطره 90 ودرجه حراره المطبخ 45؟ هي دي التركه اللي هوريها لك. بعد ما يبرد خالص، خدي بالك في الخطوات دي عشان قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه نعمل الزبادي ساده، ونقدر نديله سكر باودر، ونقدر نديله عسل ابيض.